بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا جماعه، بالنسبه للحل المتباين، الحل المتباينه من الدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه او التربيعيه. بص، لو جه قال لي انا هجيب 4 متباينات ومن خلالهم انت هتعرف ايه، او اقول لك حل المتباينات، انت هتقدر من ساعتها تقارن بقى، هتقدر منهم تقارن. بص، هقول ايه مثلا، اكس باور 2 ماينس مثلا 10x بلس 21 جريتر ذان 0. ولو هي اكس باور 2 هي نفس البتاعه، بص كده نفس المتباين، جريتر ذان ايكوال 0. انا هتعمد اجيبهم بنفس الشكل بحيث ان انت تلمهم في دماغك. ليس ذان 0 اهو. بص بقى، الحركه دي ان شاء الله هتلمهم لك في دماغك كلهم. بص بقى يا سيدي، كلهم نفس الحل، كلهم نفس بدايه الحل. يعني ايه كلهم نفس بدايه الحل؟ يعني هاخد اكس باور 2 ماينس 10 اكس بلس 21 اخليها ايكوال 0. كلهم كده هتعمل فيهم في البدايه كده لحد النمبر لاين، كلهم زي بعض. هنبتدي نعمل دي فاكتورايز اهو، اكس واكس. ال 21 هتلاقيها 3 تايمز 7 والمساله جايه بلس فعلا، و3 و7 مجموعهم 10، او ادي 7 وادي 3. طالما الشرط الاخير بلس بيبقوا الاثنين زي النص، او بمعنى صح بتحط النيجاتيف دي هنا وتعمل نيجاتيف تايمز بوزيتيف بايه؟ بنيجاتيف. تمام؟ حلو قوي. ايكوال 0. طيب بتقول بعد كده الاكس ايكوال كام؟ بتعكس دي 7 والاكس ايكوال 3. بص بقى النمبر لاين اهو، النمبر لاين ده ان شاء الله هو اللي هيجيب لي كل حاجه. بص بقى، انفينيتي اخلي النمبر لاين في الحته الفاضيه دي عشان يبقى باين قدام الكل، يبقى كلهم لحد النمبر لاين ده يا جماعه نفس الشغل. ادي انفينيتي وادي نيجاتيف انفينيتي. بص، هتحط الرقم الصغير هنا والرقم الكبير هنا. طب خد بالك، افرض هما كانوا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 7 مثلا، اكيد النيجاتيف 7 هي اللي هنا ونيجاتيف 3 هنا. طيب الصغير هنا والكبير هنا، حلو قوي. بتيجي هنا بقى، بص هنا ده زيرو، هنا ده زيرو، يعني الفانكشن عندها زيرو، او هنا ايكوال زيرو، هنا ايكوال زيرو. في النص بقى اعمل لي هنا، بص جريتر ذان زيرو، جريتر ذان زيرو، ليس ذان زيرو، بمنتهى البساطه. حلو قوي، تعالى بقى نشوف الحل هنطلعه ازاي. يبقى الثلاث خطوات دول يا جماعه ثابتين في كل المسائل دي لو جت. يبقى انت معاك 4 مسائل بتحلوا بنفس الحل ده. الفرق في ايه بقى؟ بص، لو قال لك اكبر، الاكبر عندي هنا وهنا حتتين، قول له من نيجاتيف انفينيتي ل 3 ودي اوبن كلها اوبن يونيون من 7 لانفينيتي. طيب لو حط لك علامه ايكوال، بص بقى حط لي علامه ايكوال كده، كل ما عليك انك هتعمل ايه؟ بص اهو هنا عشان الناس لسه داخل. لو حط لك ايكوال، هي نفس البتاع بس اعملهم كلوز، بس النيجاتيف انفينيتي مش هتعرف تعملهم كلوز، دي بس هي اللي هتعملها كلوز اهو. بص هنا كانت اوبن اوبن، طب هنا بقى دول قلبوا كلوز. بص ما ينفعش طبعا اعمل الانفينيتي ولا النيجاتيف انفينيتي كلوز، لازم يفضلوا اوبن. طيب تعالى بقى، لو قال لك ايه، لو قال لك ليه بان، ليه ذان هتشتغل انت على مين؟ الحته اللي في النص ده 3 و7 بس، وهيبقوا برضو الاثنين اوبن. ايه ليه ذان الحته اللي في النص وهيبقوا الاثنين اوبن برضو، حط لي فور ايكوال ثم اقفلهم بس كده. ايه رايك كده بقى؟ برضه كانت هتبقى الاوبن هي هتفرق فيه، بس لو نيجاتيف 7 ونيجاتيف 3 هتلاقي النيجاتيف 7 هي اللي هنا والنيجاتيف 3 هي اللي هنا، ما هو الصغير دايما على الشمال. لكن موضوع الاوبن والكلوز ثابت ثابت يعني. بص الاقواس ثابته، ولذلك هو لو تفتكر في سؤال جاب لك في ايه؟ جاب لك الانترفال ده اهي، وقال لك هي بتاعت مين؟ قال لك بتاعت انهي واحده في دول؟ طالما علمها حتى، بص لما يجيب لي انترفال واحده يقصد بيها الاصغر عشان هي واحدة.
لما يجيب لك اتنين انترفال يعني ده حاجه كتير، يبقى اقصد ده بتاعت الاكبر. طب لو تمام. اوبند عشان ما فيهاش علامه ايه؟ ايكوال، دايما الايكوال بتقفل الاقواس، بس لو حط ايكوال تقفل الاقواس، بس طبعا نيجاتيف انفينيتي والانفينيتي ما بيتقفلوش، اقواس تقفل براحتها بس ما بيتقفلوش خالص. تمام، فهمتها نور ولا صعبه؟ اه. يبقى ساعات بيجيب لي واحده من دول يقول لي حل بتاعت مين في دول؟ انت اللي تلاقيها صغيره دي اكيد، يعني اللي جايه لوحدها دي اكيد يعني صغيره، يبقى بتاعت الاصغر. طب والله لو هي اوبن يعني انت ممكن تختار من غير ما ترسم ولا تعمل حاجه، لو هو جاب لك الحلول دي حل من دول بيقول لك بتاع مين في دول، جاب لي الحل ده مثلا بيقول لي بتاع مين في دول، انا الاقي انترفال واحده يبقى اكيد بتاع واحده في الاصغر، يا اما دي يا اما دي. طب هي جايه كلوز، لا يبقى بتاعت دي، جاي اوبن يبقى بتاعت دي. طب جايب لي اتنين يعني كتير، اتنين انترفال يعني كتير، كتير يبقى بتاعت الاكبر. طب الاكبر مين فيهم؟ والله لو لقيتها من غير علامه ايكوال يبقى الاوبن، علمها ان الايكوال دي بتيجي تقفل لك الاقواس، كان انت باب مفتوح انت بتقفل بس، فاهمني؟ بس ده كده يعتبر اتلخصت معاك. طب تعالى بقى على ايه، على ايكويشن اوف سيركل. تبعت لي واحده برضو ايكويشن اوف سيركل، معادله الدايره. معادله الدايره بمنتهى البساطه اهي، بتاخد المنظر ده، يدي لي مثلا كده اهو، اكس ماينس 4 باور 2 بلس واي مثلا بلس 3 باور 2 ايكوال 25 مثلا، بمنتهى البساطه. انا بجيب السنتر منين؟ السنتر اللي هو المركز، اهو المركز بجيبه من ان اعمل ايه؟ هخليه تحتيه، او المركز بيجي من الاثنين دول، تمسك دول وتعكسهم بس، تعكسهم يعني تكتب بوزيتيف 4 وتعكس ده. طب عايز تجيب الراديوس اللي هو نصف القطر، ده نصف القطر، تاخد الروت بتاع ده، علمها حتى. بص يا عم الار عامله زي الروت، تاخد سكوير روت كده اهو، لمين؟ ل 25. بس علامه الار شكل علامه السكوير روت، يطلع فرق بس كده. تمام، انت كده جبت الراديوس. طالما جبت الراديوس بقى ممكن يطلب منك يقول لك ايه؟ يقول لك هات لي القطر. القطر اصلا بيساوي 2 ار، اي حاجه ملزوقه جنب حاجه كده كان ما فيش بلس ولا ماينس يبقى دي كانت تايمز. 2 ار يعني ايه؟ يعني كان بيقول لي اعمل لي 2 في الار اللي هي بكام؟ ب 5. هتطلع الاجابه 2. طب قال لك هات لي محيط الدايره. بص هو نفس القانون بس بتزود باي في النص. اه بتزود باي في النص، اه يبقى 2 2 باي، دي مالكش دعوه بيها سيبها كده، والار حط بداله الخمسه. طب اكيد انت هتضرب الاثنين في الخمسه هي اللي ب 10، تنزل علامه البر بس، ده المحيط الدايره. طب قال لك هات لي مساحه الدايره. اه يبقى لازم يا جماعه اجيب نصف القطر الاول من موضوع ايه؟ ان اخد الايه؟ السكور. بعد كده بقى طلب اي حاجه هتبقى سهله، طلب القطر تاخد القطر الريديس تضربه في الدايره. طلب المحيط، وهتلاحظ انت ملحوظه برضو صغيره. بص يا جماعه المحيط هو القطر بس جنبه بار، بص المحيط اجابته زي اجابه القطر بس جنبه بار، فين فين بار. طيب مساحه الدايره، لا مش 2 باي ار بقى، كانك بترفع 2 دي فوق. تمام، يعني ده قانون القطر، قانون المحيط اهو، قانون المساحه. بص كانك بترفع 2 دي تبقى بار، باي ار ار دي، ده قانون المساحه. تعمل ايه بقى في القانون المساحه؟ اهو تعوض برضه، اهو ادي الباي اهي مش بيها، وممكن تعوض عن الار بايه؟ ب 5 باور 2. هتحسب انت 5 باور 2 بس، 5 باور 2 تديك 25، والباي دي كده كده نازله من هنا بس، بتنزل بعد الرقم ده كده بقى. ده لو جاب لي اي حاجه انا اقدر انا ايه يعني اعرف منها، اجيب جاب لي اي معادله، واكيد هجيب له واحده من دول وهيطلب مني اي حاجه من دول. كن واثق من كده، يعني انت عندك دلوقتي كام حاجه ممكن يطلبهم؟ اهي ادي واحده مركز، اثنين نصف القطر، ثلاثه القطر، اربعه المحيط، خمسه المساحه. هيطلب واحده من دول اكيد، يعني هيطلب منك المركز، يطلب منك النصف القطر، يا القطر اي واحده من دول، كلهم مترتبين على نصف القطر، ما عدا المركز طبعا ملوش دعوه بنصف القطر، بتعكس ده وتعكس ده بس. شكرا. تمام، في حد عنده مشكله مع دي يا جماعه؟ لا.
او مش فاهم دي. طيب نرجع بقى للي هو ايه بتاعت الشيت اللي هو كان بتاع فور، كان في حته كده اللي هي السكوير روتس والكلام ده والفورمولا والحاجات دي، عشان برضو نبقى ايه. كان هذا كان في التدريبات الاسرائيليه فور تقريبا. كام؟ لا ما كانتش فور، ده فور دي بتاع السيميلاريتي احنا خلصناها. لا تعالى بقى دلوقتي تدريبات اسرائيليه ولا بتتكلم؟ ايوه هي 2 دي بقى. بص كده 2 اول واحده تحرير خدناها. طيب بتاعه الجذر خدناها. تعالى بقى دلوقتي هنحل المعادله التربيعيه. بص بقى كده، مش عارف صورت دي ولا لا. طيب بص يا جماعه، حل المعادله زي ما اتفقنا، ناخد واحده من كل نوع كده. في المعادله العاديه حل المعادله، في عندي الاول المعادله دي انا ممكن امسك معادله واحلها بكل حاجه. بص اهو اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 6 ايكوال زيرو. طيب انا ممكن احلها الاول مبدئيا كده باستخدام التحليل. باستخدام التحليل. التحليل. التحليل كل ما عليا اني اعمل ايه؟ هفتح قوسين اكس واكس. 6 هعملها ايه يا جماعه؟ 6 دلوقتي لها حاجتين، 6 تايمز 1 يا 3 تايمز 2. انا هفهم المساله طالما جايه بلس هنا يبقى نختار البلس بتاعه ويديني اللي في النص. طب هنا لو انا خدت 6 بلس 1 هيديني 7. لو خدت 3 بلس 2 هيديني 5. لا انا هشتغل على 3 بلس 2. حط هنا 3 وحط هنا 2. طب تيجي بقى على الاشارات. النيجاتيف دي بتنزل هنا وبعدين بتعمل نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف. تمام. بتيجي بعد كده تقول له مره اكس ماينس 3 ايكوال 0 ومره اكس ماينس 2 ايكوال 0. بتودي دي الناحيه الثانيه يبقى الاكس ايكوال 3 وهنا الاكس ايكوال كام؟ يبقى دي كده اول طريقه اللي هي طريقه الايه يا جماعه؟ طريقه التحليل. ماشي؟ طيب لو جه قال لي حلها باستخدام المربع الكامل او اكمال المربع. ناخدها الاول باستخدام القانون بس العام. ده كده باستخدام التحليل خلص. طيب نفس البتاعه بس قال لي باستخدام القانون العام. او قانون العام. قانون العام انا هعمل ايه يا جماعه؟ هقوم مطلع ال A وال B وال C. ال A اللي هي ب 1 اللي هو المعامل اللي هنا، ال B اللي هو بنيجاتيف 5، ال C اللي هو ب 6. نطلع الثلاثه دول الاول ونكتب القانون العام. القانون العام بيقول لي x equal negative b positive or negative square root b square minus 4ac over 2a. ونبتدي نعوض. نعوض ازاي؟ اهو x equal negative، هحط بدل ال b negative 5 positive or negative square root b square يعني negative 5 power 2 minus 4 في ال a اللي هي ب 1 في ال c اللي هي ب 6 على 2a يعني 2 تايمز 1. طيب زي ما اتفقنا بخلص انا ايه؟ سيب لي كلمه بوزيتيف والنيجاتيف والروت جنبها بس، سيب لي دول كده. وتيجي تقوم مخلص لي اللي قبلها ومخلص اللي تحت الروت. هتخلص لي اللي قبلها يديك 5، هتخلص لي اللي تحت الروت ده يدي لك 1 اوفر 2 تايمز 1. كل ما عليك ان انت هتقوم قاسمها 2
تقول له اكس مره ايكوال 5 بلس روت 1 اوفر 2 وتطلع الاجابه دي هتطلع لك فين؟ نفس الحلول اللي فاتت. طيب ومره تقول له اكس ايكوال 5 يعني مره بلس ومره اوفر 2 فتطلعها تقوم طالعه لك الاكس بكام بتقول. بس يبقى انت كده حليتها باستخدام القانون وطلع نفس الاجابات اللي فاتت. الحلول 3 2. طيب في حد عنده مشكله موضوع القانون ده يا جماعه؟ طيب تمام. تعالى نشوف بقى لو قال لي ايه؟ لو قال لي نفس البتاع بس قال لي ايه؟ قال لي باكمال المربع. الطريقة الأخيرة بس يا جماعة بإكمال المربع. طيب بإكمال المربع بيعمل إيه؟ بيجي الأول يقوم عامل إيه كده؟ بص إكس بار 2 ماينس بس هخليها بقى يعني ممكن أخليها إيه؟ عشان الخمسة دي تتعبنا شوية عشان نبقى ولا عادي نسيبها زمان؟ أخلي دي مثلا أخلي دي اللي 6 ودي اللي 5 بس ما تبقى سهله معانا في الحل بس شويه ما تقعدش تتعبنا في القصور وكده. بس انا كنت كاتبها كانت هتعمل قصور. طيب اهو اكس بار 2 ماينس 6 اكس بلس وال 5 ده يا جماعه خليها لي الناحيه الثانيه. مبدئيا كده. نلعب عكس الاشاره. طيب بص بقى انت هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي على النيجاتيف 6 ده هتعملها بص هعملها جنبها على طول. بص بقى هتعملها ديفايدد 2 وبار 2 بس هتعملها على جنب انت هناك هنا وخلاص عادي بقى. تيجي على النيجاتيف 6 ده يا جماعه بص على جنب كده في الهامش اعملها لي ديفايدد 2 وبار 2 وطلعها على الكالكوليتر هتطلع لك ماكس. بس خدها بقى زودها لي هنا وزودها لي هنا تاني. يبقى انت الاول تحاول تخلي الاكس بار 2 ماينس 6 اكس لوحدها تمام. تيجي على الماينس 5 دي الماينس 5 خليها بعدها. تيجي بقى على اللي في النص ده معامل اكس ده بص خد اقسمه على 2 وبعدين اعمل بار 2 هيطلع 9. ال 9 ده حطها لي هنا وحطها لي هنا بس ماده الطريق على الطريق. بص ايه اللي هيطلع؟ دي ما فيهاش حاجه. اكس بار 2 ماينس 6 اكس بلس 9. طب ودي يا جماعه تدي لك 4. لو انت لاحظت حاجه لو انت جيت حللت ده يا جماعه الكبير ده يعني انت لو انت مش فاكر حلل لي ده كده هتلاقيه سهل. بص هتلاقيه اكس واكس الماين هتلاقيه كام؟ 3 في 3 وطالما الاخير بص فبقى الاثنين زي بص ايكوال 4. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك بقى طب ما طالما نفس البراكت طب ما نقول اكس ماينس 3 اول تو ذا بار. طب ما نفس البراكت مكرر طالما نفس البراكت مكرر خليه بار ايكوال 4. انا بحل كمان واحده على دي عشان نقتنع. طيب دي يا جماعه كان عندنا نوع من حل المعادلات بيقول لك حل المعادلات باستخدام الجذور التربيعي. كانت بتجي لنا المساله بس من اول كده يقول لي حل باستخدام الجذور التربيعي. فانا هعمل ايه؟ انا عايز اخلص من التربيع ده خلاص خد الجذر اهو خد الجذر بس لازم الجذر تاخد تقول موجب او سالب. الجذر هنا هيلغي لك الباور دي يعني وهيلغي لك القوس طبعا بقت اكس ماينس 3 ايكوال هكتب كلمه بوستيف ونيجاتيف وهكتب على الكالكوليتر كام؟ روت 4 هتديني 2. طيب هاجي بقى اكملها جنبها هنا هقوم اقسمها 2 هقول ايه بقى؟ اكس ماينس 3 دي اهي اكس ماينس 3 هكررها مرتين لان هي مره هتساوي بوستيف 2 ومره هتساوي نيجاتيف 2. يبقى مره بتساوي بوستيف 2 ومره بتساوي نيجاتيف 2 هتودي ال 3 الناحيه دي تبقى اكس تدي لك 2 بلس 3 يعني اكس ب 5. هتودي ال 3 الناحيه دي
يبقى اكس تدينا نيجاتيف 2 بلس 3 يبقى اكس ب 1. يبقى كده انا تمام اهو. اقولها تاني بقى من اول جديد. اقولها تاني من الاول. يبقى انا الاول حاولت اخلي اللي فيهم اكس لوحدهم واللي ما فيهوش اكس الناحيه الثانيه. دي طريقه اكمال المربع. بنيجي على معامل اكس ده يا جماعه، اهم حاجه في الموضوع هو ده. ده بتاخده تعمل له ايه؟ اهو بص خلوا لك مره هنا كده. بتاخده تعمل له ديفايد تو وتعمل له بارت. هيقوم مدي لك 9. هيقوم مدي لك 9. انت عملت له الحركه دي هيدي لك 9 ايكوال 9. بس تيجي على 9 دي بقى. حطها لي هنا زائد هنا وزائد هنا. ايه اللي هيطلع بقى؟ ده مش هنعمل فيه حاجه، لكن نيجاتيف 5 بلس 9 يدينا 4. طيب انا لو لاحظت حاجه، لو انا حللت ده هيبقى اكس واكس 3 و3 الاثنين هيبقوا زائد شرط النص نيجاتيف 2. طيب البراكت طالما مكرر مرتين يا جماعه كانه باور، كانه باور. طيب ايكوال 4. طب ما كده هاخد سكوير روت هنا وسكوير روت هنا، هلاحظ ايه بقى دلوقتي؟ السكوير روت هنا بالبار 2 اكس مال 3 هنا سكوير روت و4 هتبقى 2. طب بس دي بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى هم مره اكس مال 3 ايكوال 2 ومره اكس مال 3 ايكوال نيجاتيف 2. طيب هبتدي اودي 3 بعكس الاشاره يبقى اكس ايكوال 2 بلس 3 يعني اكس 5. هبتدي اودي 3 بعكس الاشاره يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 2 بلس 3 يعني 1. طب بقى كده حلتها. هاخد كمان واحده عليها عشان ايه دي رخمه شويه. هي ميزتها طبعا ان ممكن يجيب لك اي ايكويشن حتى لو مالهاش فاكتورايز وتعملها بيه. اقول لك مثلا خليها ايه؟ اكس بار 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 مثلا. لا بلاش طبعا خليها لو فراكشن، ايه المشكله يعني؟ ما عندناش اي مشاكل. هنخلي الاكس بار 2 مال 3 اكس لوحدها اهو، والنيجاتيف 4 نوديها الناحيه الثانيه. هنعمل ايه بقى؟ يبقى اول حاجه انا هعمل اكس بار 2 مال 3 اكس لوحدها خلاص، وهودي النيجاتيف 4 الناحيه الثانيه. ده مبدئيا كده اكسات لوحدهم والفور الناحيه الثانيه. حلو قوي. هبتدي اعمل ايه يا جماعه؟ هبتدي اعمل ايه بقى؟ هاجي على المعامل بتاع اكس ده هاخده على جنب كده بصوا، هعمل له ديفايد 2 وباور 2. انت لو عملت ده على الكالكوليتر هيديك فراكشن، هيقول لك 9 على 4. انا برضه عشان ايه؟ ما تجيش تجي لكم فراكشن في الامتحان انت تترعب، لا عادي جدا. 9 على 4 مفيش اي مشاكل. 9 على 4 ده تطلع دي. زودها لي هنا وزودها لي هنا بس. طيب انا لما اجي احلل ده بيتحلل ازاي يا جماعه؟ ولا اي حاجه. بتحلله ازاي؟ اكس واكس. المان على 4 دي المان اصلا كانت 3 تايم 3 وال 4 كانت 2 تايمز 2. هتلاحظوا بيها ده. طيب وشرط النص اللي دي واحد في الاثنين. يعني هتلاحظوا ده لما بيتحلل بيطلع هو نفس البتاع اللي انا عملت له باور 2. طيب ودي هتجمعها على الكالكوليتر بتاعك هيدي لك 25 على 4. هيدي لك 25. طيب تعالى بقى دلوقتي. ده البراكت مكرر مرتين، ده كانه اكس ماينس 3 اوفر 2 اور 2 باور 2. هنا 25 على 4. طب ما انا هاخد سكوير روت، سكوير روت بس حط بص فور ليك. لو خدنا سكوير روت هتلغي الباور 2، يبقى ده هيبقى اكس ماينس 3 على 2 ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف. لو خدت سكوير روت دي هتدي لك 5 اوفر 2. 5 اوفر 2 تبتدي انت تقوم عامل ايه؟ مقسمها مسالتين اهو. قول له اكس ماينس 3 على 2 مره ايكوال بوزيتيف 5 على 2 ومره ايكوال نيجاتيف 5
5 اوفر 2. طب هتيجي عندك دلوقتي بقى تودي دي بعكس الاشاره باكس ايكوال 5 على 2 بلس 3 على 2، هتقوم طالع الاكس ب 4. تودي دي بعكس الاشاره يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 5 على 2 بلس 3 على 2، هتقوم طالع لنا بكام؟ هتطلع لنا بنيجاتيف 1. بس هما دول الحلين بتوعنا كده. لما الاقي فراكشنز يا جماعه الكسور ما تترمش من فراكشن، هتتعمل بالكالكيوليتر بس، هتتعمل بالكالكيوليتر. طيب ده كده يا جماعه لو قال لي اعملها بالايه؟ اعملها باثنان المربع. طيب ممكن هو يجيبها لي بقى بطريقه ثانيه، اللي هي يجيبها لي ايه؟ بيانيا. بيانيا طبعا احنا عارفين اهو بعد بقى ايه اكس باور 2 مثلا ماينس 8 اكس بلس 6، او خلي دي ايه ايكوال 0. طب بيانيا انا عاملها ازاي؟ بيانيا طبعا هرسمها كداله بقى، يبقى قال لي انا ايه؟ حل المعادله دي بيانيا. طيب بيانيا هتعامل معاها كانها داله، كانها داله يعني ايه؟ اه اكتبها تاني كده بقى، يقول لي بيانيا داله ونرسم عادي وكل حاجه. اه احنا قلنا اهم حاجه في الداله يا جماعه نطلع راس المنحى. هطلع راس المنحى ازاي؟ طلع الاكس بتاعتي، خد ده اقسمه على 2 راس المنحى بيقول نيجاتيف بي اوفر 2، يعني نيجاتيف البي عندك اللي هو نيجاتيف 6، خد بالك ان البي عندي هنا بنيجاتيف 6 مش ب 6، على 2 في الاي اللي هي ب 1، او لان طبعا عندي الاي ب 1 البي بنيجاتيف 6 السي ب 3. احسب ده كده يقوم طالع لي 3. طب الاكس ب 3 تقوم انت عامل الجدول بتاعك اهو، بص اهو بمنتهى البساطه اكس ودي واي، واعمل لي ايه؟ حط لي ال 3 دي في النص، كانك بترسم داله عادي جدا اهو ال 3 دي في النص. طب وهنعمل ايه بقى؟ حط رقمين قبلها ورقمين بعدها وعوض لي في الداله بتاعتي اهو، هاتهم لي بقى واحد واحد، اف اوف 1 اف اوف 2 اف اوف 3 اف اوف 4 اف اوف 5، بعوض بس شيل لي الاكس وحط الداله 1 اهو، ومره 2 ومره 3 ومره 4 ومرة 5. بس وطلع الإجابات بتاعتك كلها أهو، دي هتطلع لك كام؟ 3. دي هتطلع لك 4 ماينس 12 نيجاتيف 8 بلس هتطلع 0، دي اللي هي رأس المنحنى بقى المفروض خد بالك، اللي هي 3 دي هي رأس المنحنى اللي في النص ده. هتطلع لي إيه؟ 3 باور 2 9 ماينس ده يطلع نيجاتيف 9 بلس يطلع نيجاتيف 1، اهم واحده دي في الموضوع نيجاتيف 1. طيب هنا بقى 16 ماينس 20 هتطلع 0، 25 ماينس 50 نيجاتيف هتطلع 3. لاحظ حتى القيم بتتكرر حواليها يا جماعه، يعني هنا في 0 وهنا في 3، هنا في 0 وهنا في 3 اهي. بس وابتدي ارسم على هذا الاساس، ارسم على هذا الاساس ازاي؟ اهو ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس، حط بتوع الاكس هنا 1 2 3 4 5، حط لي هنا بقى بتوع هنا نيجاتيف 1 برضه، كفايه لحد كده لان اصلا هم اخدوا ب 3.
اول حاجه ايه يا جماعه؟ 1 مع 3، يعني 1 واطلع منه لحد 3 وحط نقطه. ثاني حاجه 2 مع 0، يعني لا طلعنا ولا نزلنا مكان. طيب بعد كده 3 مع نيجاتيف 1، 3 مع نيجاتيف 1، اوكي. طيب بعد كده 3 مع نيجاتيف 1 هي الفيرتكس او الراس المنحنى. 4 مع 0 يعني مكانها 5 مع 3 اهي. بص وصل اهو، بس كسرنا المنحنى بتاعنا. هتلاحظوا انتوا التقاطع معايا يا جماعه. احنا قلنا ان حل المعادله هو مقطع اكس. من الاخر حل المعادله هو مقطع اكس، يعني ايه؟ هي قطعه الاكس في ايه؟ في 2 و4. خلاص يبقى حل المعادله يساوي 2 و4، يبقى الحلول بتاعتي 2 و4 بس. الحلول بتاعتي تمام؟ يعني عايز تقول له اكس 1 الحلول تكتبها له اكس 1 2 واكس 2 4. هي دي الحلول بتاعتي. ده كل اللي انا عملته ان انا رسمت الداله، اتعاملت معاك انها داله. طب فين مجموعه الحل او حل المعادله وجايب لي عليه معادله؟ هم دول 2 و4 اللي هم برضو الرقمين اللي انا لما كنت بحلل دي كانوا بيطلعوا، هم اللي بيطلعوا بالتحليل وبالفورمولا الصيغه العامه بتاعته كل حاجه تمام. طيب بما ان احنا في الداله دي بالمناسبه بقى كده، ممكن نراجع عليها تاني. ايه؟ ان الذكرى تنفع المؤمنين. ان الداله دي مثلا وانا عايز اجيبها بالمره بقى، طالما احنا فيها، وانا عايز اجيب ايه بعد ما رسمت وعملت القصه دي كلها، عايز اجيب شويه الحاجات بتاعتها الخواص بتاعتها كده في السريع. وطبعا هنعمل كل ده طبعا واتساب. طيب بالمره كده عشان ايه؟ لكي لا ننسى. عايز اجيب الخواص بتاعتها. ايه الخواص بتاعتها؟ اتجاه القطع المكافئ. مره بقى. طب عايز تجيب راس المنحنى او نقطه الراس. ساعات يقول لك هو نقطه الراس، هي راس المنحنى هي نقطه الراس. طب عايز تجيب القيمة العظمى أو الصغرى. طبعا هي الدالة كده دي قيمة صغرى، القيمة الصغرى. طب عايز تجيب نجيب الأول محور التناسب. عايز تجيب القيمة الصغرى. عايز تجيب تزايدية وتناقصية، هتبقى تناقصية وبعدين تزايدية، تناقصية تزايدية. عايز تجيب مقطع واي. عايز تجيب مقطع اكس. مبدئيا كده بس عشان ايه؟ اتجاه المنحنى يبقى ايه طبعا؟ اتجاه موجبه. يبقى دي اعلى. نقطة الرأس احنا لسه جايبينها كانت 3 وسالب 1. أول واحد ده إكس وده واي. الإكس ده هو محور التناظر. ثم حفظناها دي بقى. إنها الصغرى واي تساوي نيجاتيف 1. تناقصية تيجي على ده، على الثلاثة دي برضه. إكس أصغر من 3 وإكس أكبر من 3. مقطع واي آخر رقم ده مفيش إكس طالما الدالة مفيهاش أقواس. واي تساوي 8. مقطع إكس تمسكها تحللها أو تجيبها من الرسمة. الاثنين صح. يا تجيبها من الرسمة يا تجيبها من إيه؟ من التحليل. أي مقطع إكس عامة هيبقى 2 و4. طب جبناها منين بقى؟ يا من الرسم تمام، يا اما تجيبها من الرسم يا اما خد حللها. اكس بار 2 ماينس 6 8 اكس بلس 8 ايكوال 0. وحللها لي وخلاص. اكس واكس ال 8 هتبقى 4 تايمز 2 نيجاتيف نيجاتيف ايكوال 0. يبقى الاكس 4 او الاكس 2 بالمره. يعني بما انها داله قلت ايه؟ يعني هي حل المعادله نفس القصه بتاعت الداله كده كده بنفسه. بس انت طبعا في حل المعادله بقى انت مش هتطلع بقى هيكون هنا مغرط البتاع، هيقول لك ارسم، مش هيقول لك حل بيانيا بقى، هيقول لك ارسم الداله او ارسم منحنى الداله. مش هيقول لك معادله بقى بتساوي صفر. بدل ما يجيب لك معادله بتساوي صفر يقوم عامل لك كده. هي المعادله يا جماعه هي الداله. بس هيقول لي هنا اف اوف اكس. شوفوا حولت لكم المساله من معادله لداله. ارسم منحنى الداله
هي نفس الشغل، بس الداله بتزيد انه بيقعد يطلب الطلبات دي. المعادله ما بتطلبش الكلام ده، ما بتطلبش الكلام ده، هو عايز مقطع اكس بس. تمام؟ وانت بعد ما رسمت ومقطع اكس ممكن تجيبه من التحليل على فكره. يعني في ناس ناصحه بيعمل ايه؟ يجيبه من التحليل عشان لما يطلع الرسمه بتاعته غلط يبقى هو فاهم التحليل ان هي ايه؟ فور وتو، مع انه بيقول له بيانيه على جنب كده، يجيبه من التحليل. يقوم لما هو يقول له بيانيه، لو انت غلطان مثلا وشاكك ان دي اثنين ولا ثلاثه، اه لا ما هو انا جايبها من التحليل. التحليل طبعا اصدق، طبعا اصدق من الرسمه، لان الرسمه انا ممكن ايدي تخني وتبعد يمين ولا شمال، لكن دي عمرها ان شاء الله ما هتفرق معايا يعني. بس مثلا حاجة تانية زي ايه؟ طب ساعات يقول لك توجد قيمة سي التي تجعل المقدار مربع كامل في كل مما يأتي. هو طبعا ممكن يجيبها لي بقى، دي طبعا تيجي عليا التكملة يعني. يعني ممكن يجيبها لك عليا كومبليت كده، يقول لك قيمة سي التي تجعل المقدار، ومديك المقدار ده كده اكس بار 2 بلس 16 اكس بلس